اولا تنشكر المجلس البلدي ديال مدينه فاس والجهه كمجلس الجهه على هذا الاستقبال الرائع اللي داروه الابطال ديالنا يوسف النصيري واحمد رضا التكنوتي. وفي الحقيقه فرحوا بهم مزيان وقدموا لهم هدايا قيمه وشكرا لهم ونتمنى التوفيق. بالنسبه للانجاز اللي حققوا الفريق الوطني فهو انجاز عالمي، بحيث هذا الانجاز اعطى واحد السمعه كبيره للمغرب والمجتمع المغربي والشعب المغربي. وهذا الانجاز هذا تنقدموه للرياضي الاول صاحب الجلاله حفظه الله اللي استقبل الابطال ديالنا والامهات ديالنا احسن استقبال، استقبال مولوي مملوء بالمحبه وبالرضا ديال سيدنا. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى ربي يطول له في العمر لهاد البلاد ويحفظوا الناس سيدي ربي وينصروا ويخلي له مولاي الحسن وجميع الاسره العلويه الشريفه. كل احساس عنده كبير لان فريق الوطني يوصل للمربع الذهبي راه يمكننا نقولوا بشبه معجزه. ولكن هذا الشيء هنا كاين عمل، كاين طاقم تقني، كاين مدرب كفء، مدرب مستوى عالي، مدرب متجانس مع المجموعه ديالو، مدرب هو والطاقم ديالو التقني، حيث استطاعوا يعطيوا التلاحم والتآخي والتضافر الجهود من اجل مصلحه المجموعه. والابن ديالي بالفعل انه مسرور بهذا الانجاز ومسرور باللقاء ديال صاحب الجلاله نصر الله، واحساس ديالو احساس كبير كاحساس المغاربه. وكنقدم عاوتاني الشكر للشعب المغربي، الشعب المغربي الابي، الشعب المغربي الاصيل، الشعب المغربي اللي عنده قيم عاليه برهنها في الملعب في ملاعب في قطر، ان كيف الشعب المغربي كان يشجع باحترام وبأدب وبأخلاق عاليه، بحيث ما كتسمعش الكلام الذي يخدش الحياء. التشجيع كان يهز الكيان كياننا. وكنشكروا الشعب المغربي على هذا المستوى اللي قدموا والجمهور اللي قدموا في قطر. ولحقاش هو كان السند الاول للفريق الوطني وكان هو الرئه الذي يتنفس منها الفريق الوطني، ان الجمهور في 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 قطر قدم ملحمات بطوليه وبتشجيعاته وبجهوده انه استطاع يحفز اللاعبين والطاقم التقني وجمع كل مكونات الفريق الوطني. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.